ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا تشوفوا الحتة اللحمة الحلوة دي كده من وصف الجزار، المسمى العلمي للجزار نقول له ادينا حتة دوش بالعظم، هو بيديها لنا المسمى العلمي ليها الدوش الربس البقري، يعني بيطلع من الدبيحة البقري، بنقطعها بالشكل ده كده. هعملها لحضراتكم النهاردة، شايفين المكعبات دي كده، أنا بفتح المسام بتاعتها عشان هتبلها دلوقتي بالروزماري، وأعملها مع صينية بطاطس. أدي واحدة، دول يعملوا تقريبا كيلو و200 جرام بالظبط. بالشكل ده كده بنوصل لغاية العظمة علشان تستوي بسرعة. دي لما تكون أكبر من كده بتتبل من بالليل وتتحط في محلول ملحي علشان تستوي بسرعة بالشكل ده كده. حتة اللحمة دي حلوة قوي، حتة لحمة ملبسة كده، دي لما بتستوي بتبقى لطيفة وجميلة. هخليها زي ما هي. حلو الكلام. وتعالوا مع بعض نعمل تتبيلة. التتبيلة دي عبارة عن شوية روزماري زي الفل اهوت، ونحط على الروزماري ده شوية توم حلوين، شوية زعتر، البهارات بتاعتنا الحلوة، ممكن نحط كوبيبة صيني اللي هي شبه الفلفل الاسود مطحونة كده او مجروشة، فلفل اسود مجروش معانا، زعتر كده زي الفل. والله دورت الصبح على شوية حلوين ما لقيتش، شايف ايه الحكاية كله بيفتح بعد الظهر. اهوت ده روزماري اهوت، لأن الموضوع ده مش لطيف خالص يعني، يعني لازم احنا في رمضان نفتح بدري تبقى الحاجة موجودة من بدري، بس أنا مش عارف يمكن عشان أنا باجي بدري. ده روزماري كله مع بعضه كده زي الفل. حلو، نحط يا عم الشيف البهارات بتاعتنا، شوية ملح وشوية فلفل عليها. طبعا دي ما بتاخدش توابل كتيرة علشان حتة اللحمة مش مستاهلة توابل كتيرة، لديها الطعم بيتكلم عن نفسه. ده فلفل اسود، شويه ناعمين، شويه فلفله حلوه، هحط شويه كوبيبه صيني معايا مطحونه ناعمه اهيت زي الفل. اللهم صل على النبي، اهي موجوده اهي زي الفل، بحطها طرم بالخشنه كده كل دول مع بعض، واحط عليهم شويه زيت زيتون. انا احب التفاصيل الصغيره دي كده، لما اقول التفاصيل عندنا ده بالتاكيد له معنى، ده زيت زيتون. حلو، طيب معانا كمان عصره ليمونه صغيره ومعلقه سكر. كل ده يا شيف كل ده في التتبيله بتاعت حته اللحمه دي. شويه سكر بالايد كده زي الفل. تمام، هاخد الخلطه دي يا عم الشيف واقلبها كويس مع فص ثوم بالشكل ده كده، واقلبهم كويس. شفت التتبيله دي كده؟ معانا يا شباب فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين، اخراجيا تصويريا ابداعيا. شايفه التتبيله دي؟ التتبيله دي حلوه قوي. نمسك الدوش ده كده ونمسكه بالشكل ده كده، اتغير لونه اتغير شكله مفيش مشكله، انا عايز كده. ونفس القصه اهو بالشكل ده كده، ناخد التتبيلة معايا جريلا بتسخن جامد جدا، هدي لها صدمة نارية على النار دلوقتي. بعد الصدمة النارية دي يا عم الشيف هي دي المفروض يعني تتحط بقى وتتحط في ورقة وتتلف وتخش الفرن والجو ده كده، بس أنا عايز أعملها بطريقة مختلفة النهاردة هتعجب حضراتكم. اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي، هديها صدمة نارية على النار معايا جريلا اهيت زي الفل. تمام اهي زي ما هي كده اهو بالشكل ده كده اهو. الله الله على الريحه الحلوه، زي ما هي كده اهو. واخد من شويه الصلصه دول كده احطهم واخليها على النار، نار هاديه كده. حلو، ونفس الصينيه اللي معايا انا هشتغل فيها. حلوه اهو دي، خليها كده على النار واحنا شغالين مع بعض. معانا بطاطس دلوقتي تقريبا كيلو بطاطس متقشر معانا جاهز، شوفوا انا هشتغل واعمل ايه. ويا ريت تعملها بنفس الطريقه، تجيبها من عند الجزار توصي عليها. وهناخد البطاطس دي كده
ونقطعها بالشكل ده كده. اهو بالشكل ده كده. طيب شفت كده اهو. تمام. بطاطس تتقطع كده. شفت البطاطس بالشكل ده كده اهو. اهو. انا شخصيا لما بعمل الاكله دي باكل البطاطس واسيب اللحمه للامانه. انا كل حاجه بتنزل على البطاطس، هاكل اللحمه ليه بقى؟ اخد البطاطس كده واحطها هنا كده اهو على التتبيله اهي اهي. في نفس الصينيه اللي احنا كنا بنتبل فيها من شويه اهو. اهو اهو اهو. شفت الجو ده كده اهو. ونفس القصه هنا. نفس القصه كده. هي بتتحمر على النار، بتاخد صدمة نارية، بتاخد لون، بتاخد شكل. تمام اهو. واحط دي هنا كده. ونيجي عند حتة اللحمة بتاعتنا نبص عليها كده. ايه اخبارك يا حلوة؟ البصلية دي بتتحمر كده زي ما انا شغال، بحط عليها مكعبين من الزبدة. دي التوبنج بتاع حتة اللحمة. واحط شوية بهارات هنا، شوية زعتر، مكعبين زبدة، بصلاية حلوة، شوية ملح حلوين، شوية فلفل، معايا فلفل اسود مجروش انا بحبه اهو. حلو بالشكل ده كده. وارش شوية كمان على اللحمة من فوق كده. خدت الصدمة النارية لحتة اللحمة الحلوة دي كده. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخدها زي ما هي كده. ايه الاخبار كده؟ هو ده اه. الله الله على الريحه الحلوه دي. حلو هاخدها زي ما هي. بحط شويه ميه مغليين. شفت حته اللحمه يا اخوانا؟ ده يعني بص خدت الشكل الحلو ده اهي 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 اه. زي ما هي كده. على فين؟ على فين؟ على فين؟ اهو هنا. يلا حلو. عندي الطاسه بتاعتي الحلوه دي كده. تمام اهو. شفت الجو ده كده اهو. يا ويلي عليك. هو ده اقفلها كويس قوي. دي عايزاها تستوي بسرعه، وعايز العظم يفك من اللحم، لازم تغطيها كويس. هناخد الدوش. مستر الدوش ده كده يخش جوه الفرن، ونبص على مستر دوش النظره الاخيره، نظره الوداع في الفرن لمده ساعتين ثلاثه. لو وزن الدوش بتاعنا ده او تقريبا 2 كيلو لازم في الفرن يقعد اقل حاجه ساعه. فاحنا هي مع بعض، احنا بس الفكره بنوصلها لحضراتكم، بس عشان المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، وانا احب دايما اتكلم الصراحه للامانه. الطايم بتاع الحلقه مش هيساوي حته اللحمه دي، عشان نبقى صراحة مع بعض. حته اللحمه دي علامتها واماره ان هي استوت، لازم اسحب منها العظمه كده وتدوب. دي عايزه لها مش اقل من ساعتين. فاحنا عملنا الشكل وعملنا الطعم، وهي في الفرن معانا، وهنشوفها نقدمها مع صينيه بطاطس حلوه. وانت بطريقتك معكيش مخرج بقى ولا معاك وقت، عيش في مطبخك زي ما انت عايزه. لسه طلع الضاني، قصدي الباري، مستر دوش اهو اهو اهو. حاضر حاضر اهو زي الفل اهو. الشرطي نابس بتاعنا الباري الحلو الاسم العلمي بتاعه اهو، مستر دوج. حته لحمه بالعظم جامده جدا. استنى ما نحط شيال هنا لان عمي بيتابع. فين هم دول؟ خلصوا؟ اه لا نحط حاجه. اللهم صل على النبي. اه يابا حلو. انا هحطها هنا زي الفل اه. تستاهل والله، تستاهل تبقى في العالي اه. لا تدلعني معاها دي. شوف تفاصيل حته اللحمه مع البطاطس، ما اقولكش ما اقولكش اه. تفاصيل عندنا زي ما قلت لحضراتكم، مستر دوش في قلب البطاطس. هنسيب دوش وناكل البطاطس بتاعتنا الحلوه.